الموضوع اليوم خاصة في المرحلة اللي تمر فيها بلادنا، المرحلة التأسيسية، المرحلة اللي زي ما نقول يفترض أنها ينطبق فيها دستور، المرحلة اللي زي ما نقول نحاول نحصل فيها على كيان تشريعي شرعي فعلا. موضوع العدالة هو موضوع رئيسي، وموضوع هو اللي معنا موضوع رئيسي في كل وقت، لكن أعتقد إحنا اعتقدنا أن تحقيقه والبحث فيه وتوعية الناس فيه هو أمر مهم في المرحلة الحالية جدا. أي الفئات اللي استهدفت في هذا الوقت؟ اليوم إحنا طبعا باعتبارنا صحيح جدا كان هذا الأمر مقصود، لازم كنا لأن الموضوع يخص كل ليبيا باي، وما نبغوش ناخذ زي ما نقول مثلا فئات من منطقة مكانية واحدة، خاصة إحنا اليوم بصدد دراسة تقرير على إدارة مرور بريطانيا، واللي هو بنحاول إحنا نتجنبه مثلا لو كان فيه أخطاء ومشاكل باش نعالجوها في التقرير بتاعنا.